بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، أنا أخوكم في الله علي خان موسايف من دعاة أذربيجان، درست في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وتخرجت فيه عام 2000، وبعد رجوعي إلى بلادنا إلى أذربيجان بدأنا في نشر الإسلام ودعوة التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. ومن أهم الأعمال، من أهم أعمالنا في مجال الدعوة هي ترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغة الأذرية. وقد ترجمنا خلال السنوات الماضية 60 كتابا إلى اللغة الأذرية، واثنتي 10 كتابا إلى اللغة الروسية، وستة كتب إلى اللغة التركية. ومن أهم تلك الترجمات ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأذرية التي اعتمد من طرف مجمع مالك فهد في المدينة النبوية، وطبعت فيه كمية كبيرة منها. كذلك من ترجماتنا ترجمة صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري للزبيدي، هذا هو نسخة منها، وكذلك هذا نسخة من هذا الكتاب، ومجلد الأول صحيح المسلم، وهذا نسخة منها، والأدب المفرد بشرحه للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وكذلك الشمائل المحمدية مع الشرح للشيخ أيضا حفظه الله. وقد طبعنا من تلك الكتب المترجمة بدعم المتبرعين كميات كبيرة، ونشرناها ووزعناها بين الناس، ورأينا تأثيرا عظيما لهذه الكتب. واليوم نحتاج إلى طباعة بعض تلك الكتب المترجمة إلى اللغة الأذرية، وأهمها ترجمة معاني القرآن. الناس يحتاجون إليه بحاجة ماسة، وموجود من ترجمة معاني القرآن نسخة كبيرة التي طبعت في مجمع ملك فهد، وكذلك نسخة متوسطة والجيبي. هذا نحتاج إليه لنتبع ونوزع بين الناس، وكذلك نحتاج إلى طباعة مختصر صحيح البخاري، طبعنا منها 10,000 نسخة ووزعناها كلها، ونحتاج إليه اليوم. هذا هو. وأيضا نحتاج إلى طباعة هذين الكتابين، الشمائل المحمدية والأدب المفرد مع شرحها، الناس يقرؤونها. وأيضا هذا أهم شيء في العقيدة، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة التي طبع كذلك في مجمع ملك فهد، جمعه الشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ صالح السهيمي والشيخ إبراهيم الرحيلي حفظهم الله. وكذلك لا هذا الكتاب شجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأخيرا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.